بسم الله، انا اسمي اربي محمد، ساكن حي النهضه، خدام منظف مسجد القديم بزيو، اب لخمسه اطفال. المهم انا جيت عند زيو سيتي وجيت عند جميع المستمعين والمشاهدين نعاودهم القصه ديالي، قصه صحيه. المهم في البدايه انا يا عندي واحد المرض كنسميه مرض نادر، يعني ما لقيتلوش الدواء، مش حال هذه وانا كنداوي ما لقيتلوش الدواء. فت جميع الاطباء اختصاصيين في جميع المجالات ما لقيتش الدواء، ولهذا انا جيت عند المستمعين والمشاهدين تاع زيو سيتي يعاونوني باش ما كاين معنويا او ماديا. ولهذا اشرح لكم بعض الاحساس الذي انا فيه، نهضر بالدارجه احسن. المهم انا عندي ما عنديش الاحساس في جميع الجسم ديالي، ما عنديش الاحساس في الراس، في العينين، في الأنف، في اللسان، في جميع من الرأس حتى رجلي، ما عنديش الإحساس نهائيا. وهذا الشيء كنعاني به منذ 25 سنة، راه ماشي كنشكي لكم، يعني راه كنعرض هذا النزيلة اللي راني فيه، يعني غير باش تنصحوني ولا باش تعاونوني ماديا، أو شي واحد كان سمع هذه الحالة في شي بلاصة ولا عند شي جهة معينة، عند شي بلاصة كان شي واحد كان مريض بحالي ولا قريب ليا، يعني واش أمن طبيب مشى ولا أش من دكتور مشى. ولهذا أنا بغيت لكم تعاونوني، يعني أنا مريض ماشي نقولوا نفسانيا، عندي ما عنديش الإحساس كامل الجسم، ما عنديش الإحساس، ما كنحس لا بكليت ولا شربت، اللسان ديالي ما كنحس به، الحنجره ديالي ما كنحسش بها، يعني الجميع، يعني الجهاز الحسي ما عنديش. الجهاز الحسي باش نحس شي حاجه، هنا نعطيكم مثال، بحال اللي هزيت هكا الميكرو ما كنحسش، ما كيمشي ليش العقل، ما كيمشي ليش كيدار عند العقل، واش طويل واش قصير واش كذا. ولهذا كنقول لكم خصكم تعاونوني باش ما كاين معنويا او ماديا. المهم راه خير ديالكم اسبق والاجر عند الله. الا جيت نقول لك الاطباء مشحال ودير 25 سنه 16/4/1994 ودير 3/4 الاطباء في العام، دير 3/4 الاطباء كل اختصاصات، مشيت لاختصاص نتاع الحنجره، مشيت ما نتركوش الاسماء، مشيت حتى للدار البيضاء الشيخ بن زايد، اكبر كلينيك في المغرب، مشيت له على حساب هذه الامراض العصبيه. انا كنقول له امراض عصبيه، هذوك اللي كيقولوا لي امراض عصبيه، كيقولوا لي الدكاتره الامراض العصبيه، مشيت انا باش نقلع الشك، مشيت حتى لاخر كلينيك، اكبر كلينيك كاين في الدار البيضاء وكاين في الرباط، مشيت انا عند الدار البيضاء، قالوا لي انت راه خصك اختصاصي تاع الامراض النفسيه، مشيت وعاودتني والو، ما كاينش حتى شي نتيجه والو. زرت المهم دير 25 سنه ودير كل عام 3 ولا 4 الاطباء، ومشحال تاع الدواء اللي كنستعمل، راه شحال هذه، راه الانسان ضعيف، ماشي ضعيف نقولوا الانسان ضعيف، راه الانسان الصحه ما تمشي له الصحه، يخسر المال اللي عنده، يبيع داره. حتى انا راه ما عندي لا دار، ما عندي، راه ساكن انا غير في المسجد، ما عنديش الدار، يقولوا الناس راه عنده الدار ولا عنده، ساكن غير واحد البيت ساكنين فيها 5 ولا 6 تاع الناس، الا بغيتوا تشوفوا بعينكم يلا شوفوا، وساكن غير في المسجد. المهم على حساب الدواء، كنشرب الدواء ما كيجيش معايا، كيقول لي الاعصاب مات الاعصاب، كنشربوا على حساب الشهر، كيزيد لي كيمرضني، كندفعوا، كنمشي عند شي واحد اخر عاوتاني كنشربوا نفس المشكل. مشيت درت الرقى، درت الرقيه
دات جميع الرقاط مشيت حتى الدار البيضاء عند ما نذكرش الاسم ديالو احسن راقي تما واحسن راقي في المغرب وكيديروا حتى في التلفازه ودرت ما لقيتش كاع النتيجه ونحمد الله ونشكره الحمد لله ونشكره واخا الله ما جابش التيسير وكنطلب الرحمه من الله وكنطلب انتما تدعيوا معايا معنويا وماديا وكما جاء الحال انا راضي به منكم وكان الله يجازيكم بخير. ادويه غاليه هذه كدير 18000 18000 ما تجيب لك والو شهر ما تكون مشات كنستعمل بزاف نتاع الادويه ماشي بزاف 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 نتاع الادويه هذه عاوتاني بزاف بزاف نتاع الادويه هذه كالتونسيون كندير حتى طالوط عند كيطلع ليا لا تونسيون والمهم انتم كتشوفوا الحاله باين كل شيء ها هو ما عندي هادو راه كل عام عندي عندي ثلاثه اربعه الاطباء كنفوتوا ودون النتيجه ونطلبوا الله يشفي الجميع. كنوجه واحد الرساله لجميع المشاهدين اللي زيو سيتي الله يجازيها بخير راني كنتبعها انا هذه شحال هذه من المحسنين واللي كيتبعوا وكيتبعوا زيو سيتي وكيتبعوها مزيان وشوفوا من حالتي يعاونوني باش ما كاين قليل ولا كثير معنويا وماديا الى قدر الحال. انا ما كنشرط على حتى شي حاجه انا يا بغيت غير الصحه ديالي تولي لي والسلام عليكم. اللي بغى يعاونني والله يتصل بيا عبر الواتساب ولا على التليفون عندي النمره 06 18 10 85 52 06 18 10 85 52 وانا راني في حط راسي في زائف ابناء زيو في العالم وكنتبعها والله قسم بالله الا كنتبعها ديما وديما كندير يعني كيديروا واحد المجهود كبير وتبعتهم من الحساب الاعياد وتبعتهم شحال نتاع الناس كيعاونوهم الله يجازيهم بخير ونطلبوا اللي خدامين تما في زيو سيتي لا يفتح عليهم من باب الخير الله يرزق في الصحه ديالهم ووالديهم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.